طيب بعد كده بيبتدي يقول ان عندنا الفاليوز اللي بتبقى في الصورة، احنا لما نيجي نعبر عن الصورة بنعبر عنها في ماتريكس، بتبقى متكونة من شوية ايه بوكسز كده، يعني زي مثلا لو هعبر عن الصورة في المنظر ده فايه، فكل سكور من دول ده بنسميه البيكسل او البيكتشر اليمنت، اللي هي ايه الفاليو بتاعت النقطة دي في الصورة. وفي الاخر بنقول ان البيكسلز او البيكتشر اليمنتس دي فاينايت سيت اوف ديجيتال فاليوز، يبقى هي ايه بيبقى ليها قيمة في الاخر محددة، هي بتبقى في رينج معين يعني. طيب الرينج بتاع البيكسلز ده بتاع الفاليوز بتاعتهم بنحدده على اساس ايه؟ بيبقى على حسب انا بتكلم عن الصورة دي باينري ولا ار جي بي ولا جراي ولا ايه بالظبط. فاحنا بنتكلم دلوقتي في السبيشال كوردينتس. ايه السبيشال كوردينتس؟ في الاكس والواي. بنقول ان ال intensity levels عندنا بتبقى من 0 لحد ال minus 1. طيب ايه ال ال minus 1 ده؟ عندنا ال L ده بيعبر عن ال number of intensity levels، عدد ال levels بتاعت ال colors اللي عندي. طيب بجيب ال L ده ازاي؟ ال L بتبقى 2 power k، وال k ده بتبقى عدد ال bits اللي بحتاج اعمل store لبيكسل واحدة فيها. فمثلا لو بنتكلم عن ال binary image، فانا بحتاج يا 0 يا 1 او 0 او 255، يعني عندي ايه 2 values بس. لو عايزة اعمل store للفاليو الواحدة دي بعمل لها في كام بيت؟ بيبقى في بيت واحدة، ال k بتبقى ب 1. فكده لما اجي اجيب ال L فبيبقى 2 power k اللي هي 2 power 1، يعني 2 intensity levels بس، اللي هي 0 او 1 او 0 او 255. فالرينج عندي يعني جبته ازاي؟ جبت اللي هو ايه، انا عندي 2 intensity levels، فيبقى 0 لحد ال minus 1 اللي هو ايه 0 to 1 اللي هي 2 values بس. ده بالنسبة لايه للباينري image. طيب الجراي سكيل، الجراي سكيل بيبقى بحتاج اعمل ستور للبيكسل الواحدة في 8 بيتس، ف 2 باور 8 بتبقى 256، يعني رينج الفاليوز بتاعتي بتاعت الكالرز بيبقى ايه من 0 ل 255. نيجي عند ال ار جي بي، انا كل واحدة فيهم ال ار وال جي وال بي كل واحدة فيهم بيتعمل لها سيف في ايه 8 بيتس، لما نجمعهم يبقى عندي التوتل 24. فنعمل بقى 2 باور 24 يجيب لنا الرينج. اخر حاجة عندنا الايه الاندكسد ايمج. ايه الاندكسد ايمج ده؟ دي انا بدل ما اقعد احط رينج لكل الالوان اللي ممكن تبقى موجودة، لا انا بشوف ايه الالوان اللي موجودة في الصورة وببني تيبل بيه. فانا بشوف ايه كل all colors present in the image وبحطهم في تيبل معي، فده بيسيف سبيس اكتر، لان ايه انا مش حاطه كل الرينجز، لا انا عامله اللي جوه الصوره بس. نتكلم بقى ايه الاكتوال رينج اللي بيبقى يوزد باي الايمج. يبقى مش كل الرينج اللي انا حاطاه متاح، لا الرينج اللي يوزد باي ايمج ده بنسميه ايه دايناميك رينج. وبقى الدايناميك رينج ده بيأفكت كذا حاجة، بيأفكت السايز والكواليتي والديتا ستراكشر اللي انا هستخدمها علشان اعمل سيف للايمج على مثلا اللابتوب بتاعي.